اول ما شافت بشرتي عرفت على طول ايه الحاجات اللي انا محتاجاها علشان تديني وتكيب اليوسفول لوك. وبصراحه اتفاجئت يعني، قالت لي ايه اللي هي حاساه وايه اللي المفروض اعمله، وهو فعلا ان انا كنت بفكر فيه، ودوت ريحني نفسيا جدا معاها. فانا كنت شايفه الابره وهي داخله، والابره طويله، فده بحد ذاته كان شيء مخوفني وقلقني، بس الدكتوره كانت طمناني، ورغم ان هي مش حاطه لي اي مخدر فعلا ما حسيتش باي حاجه ولا باي الم من الابره ولا من التريتمنت نفسها، وده شيء ريحني وبسطني وخلاني حابه اني اروح تاني حتى للدكتوره علشان تشوف لو محتاجه اعمل حاجه تاني، لو اتس دان فلازم ارجع تاني اعملها. فكانت تجربه حلوه.